37 مشروعاً ابتكارياً تم إنجازه وصار قابلاً للتصنيع والتسويق وخلق الثروة يبدع فيه طلبة من مختلف التخصصات العلمية والتقنية بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا بباب الزوار، وذلك من أجل إنشاء مؤسسات ناشئة ومصغرة. Nous avons un système de séchage solaire. Donc le système il fonctionne 24 sur 24. Donc le système est destiné pour les agriculteurs. Donc ça aide les saisons تاع الفلاحة وكاع يكون quantité كبيرة تاع لي légumes, les fruits. باه ما تخسرش هذيك يديروا لها لو سيستم. البروجي ديالنا سي لي ميزون انتيليجونت الذي يهدف الى التحكم في المنزل عن بعد عن طريق الهاتف او تردد الراديو. عندنا المكافحه ضد تسربات الغاز والحرائق. عندنا نظام حمايه متكامل للمنزل. دعم روح المقاوله ورياده الاعمال عبر تنميه المهاره القياديه لدى اصحاب الافكار الناجعه هو ما تعمل عليه الحاضنات الجامعية. أغلب المشاريع اليوم لدينا أزيد من 300 مشروع حصل على وسم لاب المشروع المبتكر، زيادة على أنه عندنا أزيد من 700 مشروع موجه لإنشاء مؤسسات مصغرة تكون بشكل مؤسسات مناولة لشركات اقتصادية جزائرية عامة وخاصة. خلق مؤسسات ناشئة ومصغرة ناجحة قد تشكل لبنة أساسية لنسيج اقتصادي منتج تكون فيه الجامعة مولداً للأفكار ومحركاً للاقتصاد.